مهن التلفزيون ماشي سهل باش تاخذها، وإلا خديتيها كيف قالوا الإخوة اللي سبقوني سوق الشغل مفتوح، لأنك تعرفوا أنه كاين دابا القنوات اللي كتنشط على مستوى الصحافة الإلكترونية متعددة. هذه فرصة سعيدة اللي استدعانا السي القنديلي رئيس الأكاديمية الاجتماعية، وكذلك السي شوقي رئيس المندوبية الإقليمية للتعليم بمنطقة بن مسيك. كما قلت فرصة سعيدة أننا حضرنا في تخرج هذا الفوج اللي تكون في إطار الفرصة الثانية، وتكون في هذه المدرسة، هذه المدرسة اللي عندنا معها تاريخ، هذه المدرسة اللي يعني ابن رشد معروفة بالجدية ديالها، ومعروفة يعني الإنجاب ديالها للتلاميذ اللي عطاو شيء الكثير وتوظفوا في أعلى المراكز. فهذه المدرسة أنا عندي معها تاريخ كذلك، لأني ابن المنطقة وكانت قررت فيها أختي. وكذلك المندوبية ديال الإقليمية ديال بن مسيك فكتقوم بأعمال يعني جيدة، وكتقوم بأعمال جليلة على رأسها السي شوقي، والعمالة ديال بن مسيك كذلك اللي كتقدم كل الدعم لمثل هذه المبادرات. وما نساوش الجمعية ديالنا، الجمعية المغربية الصحفية الرياضيين بلا حدود، اللي دخل من الآن شريك في هذا المبادرة هذه، واللي غادي إن شاء الله نديروا يد في يد مع الناس ديال الأكاديمية الاجتماعية والمندوبية الجهوية للتعليم، باش إن شاء الله يكونوا برامج أخرى مستقبلا، ويكون المستفيد الأول هو الشاب المغربي. شيء جميل تنعيشوه هذه الأيام أن الأفكار الحمد لله متواجدة في هذا الوطن الكبير. هناك ما يسمى بمدرسة الفرصة الثانية، والمدلول ديالها فرصة ثانية للتلاميذ وأيضا للطلبة اللي ما كملوش المسار ديالهم التعليمي. لكن هذه المبادرة اللي جات من الأكاديمية الاجتماعية التي رأسها خالد القنديلي عطاتهم واحد الإضافة في واحد النوع اللي الكل باغي يتكون فيه، هو السمعي البصري. فالحمد لله كأكاديمية اجتماعية وأيضا كجمعية مغربية صحفية رياضية بلا حدود غادي ندخلوا معهم في هذه البوتقة باش نهيئوا الصحفيين ديال المستقبل. واليوم شاهدنا وتبعنا الأمهات ديال هاد الطلبة اللي كانوا فرحانين بهاد الشواهد ديال أولادهم اللي خداوها واحد التفوق واحد الامتياز، وكانت هذه هي أولى المبادرات للفرصة الثانية لهذا الطلبة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.